ضمن سلسلة زياراته الرعوية لأبناء الكنيسة الأرثوذكسية في المملكة، قام غبطة البطريرك كيريوس ثيوفيلوس الثالث بطريرك المدينة المقدسة وسائر أعمال الأردن وفلسطين بزيارة رعوية في محافظة الزرقاء، وكان باستقبال غبطته في كنيسة القديس جورجيوس للروم الأرثوذكس الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش راعي الكنيسة وعدد من الآباء الكهنة ومحافظ الزرقاء الدكتور محمد سميران ومدير الشرطة في المحافظة وشخصيات ووجهاء المدينة وأبناء الرعية وأعضاء كشافات وشبيبات مختلفة. وأكد غبطته في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الناطق الرسمي باسم البطريركية الأرثوذكسية الأب عيسى مصلح، قال فيها: إنه لفرح كبير أن نتواجد اليوم بينكم حاملين لكم بركة القبر المقدس لنطمئن على أحوالكم، وأنتم الأبناء الأوفياء للكنيسة، وإننا نعاهدكم بأننا سنكون بينكم دائماً من أجل تحقيق الأمال والأهداف التي تصبون إليها، وأن نكون معكم في كل هدف وأمل من أجل رفع شأن كنيستنا الرومية الأرثوذكسية وتحقيق أمالها وأهدافها في هذه المدينة. ولا يسعنا إلا أن نقول قول السيد المسيح له المجد في الكتاب المقدس: أنا الكرمة وأنتم الأغصان، كالأغصان اثبتوا فيا تأتم بثمار جمة. كما عبر الأرشمندريت أثناسيوس قاقيش عن امتنانه لغبطة البطريرك على زيارته المباركة وتفقده للرعية في الزرقاء. نشكر غبطته على هذه الزيارة اللافتة للانتباه، كيف الرعية بتلتف حول رعيها باستمرار، ونطلب منه دائما أنه يذكرنا بصلواته في على المذبح المقدس في القدس الشريف. نتأمل باستمرار هاي الزيارات الرعوية حتى يزداد التكاثف ما بين الراعي والرعية، حتى يزداد الإيمان والرسوخ، وكمان من الأشياء اللي أعطاني يا سيدنا البطرك إنه نقدر ندور على أرض جديدة في الزرقاء الجديدة حتى نبني كنيسة هناك لرعيتنا الأرثوذكسية الموجودة هناك وبناء مدرسة حديثة. إن شاء الله ربنا يعطينا إنه يتحقق هذا الحلم وهذا الهدف. منا مشروع اسمه اعرف كنيستي، وكان ريع الرحلات هاي كلها للكنيسة كنيسة الروم أرثوذكس، خاصة كنا نوزع الريع بالأعياد. ونشكر أبونا أثناسيوس قاقيش إنه مشي معنا بدلنا على الطريق هاي، ونتمنى إنه ضل إيد يسوع معنا. ومنشكر غبطة البطرك سيدنا ثيوفيلوس الثالث على زيارته للزرقاء، كتير كانت زيارته بتعني لنا كتير لأنه بشجعنا، ومنشكره على تكريم الخاص لأخوية حملات الطيب في الزرقاء. وفي ختام الزيارة كرم غبطته مرشدي مدارس الأحد وسيدات أخوية حملات الطيب. كما زار غبطته مركز الأميرة منى لرعاية المسنات التابعة للجمعية الأرثوذكسية الخيرية، حيث جال بالمركز برفقة مديره الأب فرح حداد الذي قدم من جانبه شرحاً وافياً عن الجمعية وتأسيسها وآلية العمل فيها والمكرسة لخدمة المسنات المسلمات والمسيحيات المحتاجات للرعاية الاجتماعية والصحية. كما قدمت الجمعية الأرثوذكسية درعاً تذكارياً لغبطته بمناسبة هذه الزيارة. كما قام غبطته بزيارة رعوية لكاتدرائية البشارة للروم الأرثوذكس في العبدلي، حيث ترأس قداساً إلهياً حضره عدد من الآباء الكهنة وجموع من المؤمنين. وفي ختام القداس ألقى الأب عيسى مصلح كلمة أعرب فيها عن شكره للأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني ودوره الهام في ترسيخ الأمن والاستقرار في المملكة وخدمة السلام في المنطقة. فالمسيح بعد قيامته في اليوم الثالث لم يعد
بنفس